بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبايبي أهلا وسهلا بيكم في الكورس المجاني، الحصة رقم 25. طيب احنا الدرس ده هناخد فيه ازاي تعملي ترنج للطفل أو طفلة بطريقة سهلة ومبسطة جدا وفي منتهى البساطة. طيب ده يتعمل ازاي؟ عامة احنا كنا حبايبي ده برضو حد متدرب معانا، ده الشغل بتاعهم. ادي قماش اللي هو الميلتون. طيب اوريكم القماش الميلتون ده، في منه التقيل تحسي ان بصي متبطن، البطانة بتاعته تقيلة جميلة جدا، وفي منه الخفيف شوية. هما بصراحة الاتنين حلوين، يعني الاتنين في منتهى الجمال. القماشة بتاعتهم متدفي جميل جدا. دوت اتعمل دوت واحد متر قماش. الميلتون دوت اتجاب بستين جنيه المتر، بس يا رب تلاقوه، لان دلوقتي انا معرفش ليه مسحوب او مش موجود في الاسواق. المصانع بتاخده بقى عشان شغلها يعني. فدوت اللي هو الابيض، واخده بالك؟ عملنا ده الشيرت بتاع 10 سنين بالطريقه دي بالكابتشو بتاعه، اخد متر قماش. ادي الكابتشو وتقفل من جوه. في بقى هنا بيتجاب شريط تنظيف، عشان دي دوت بيتعب الطفل، فانت في شريط ابيض كده بتروحي مقفله بيه جوه الدوران بتاع الحردة. طبعا لسه ما تشطبش، بس احنا الحاجات دي قلنا نخلي بس نشرح عليها وبعدين نبقى نعمل التشطيبات. بتروحي حاطه شريط التنظيف ده، شريط ابيض معروف شريط تنظيف، وتروحي عامله على دوران الحردة بتاعت الرقبة بالطريقة دي. طبعا انت بتجيبي له بقى اي صورة انت عايزاها، بادج، في كتير بيطبع، في بيمشي على المكنة، في بالمكوة، هتلاقي حاجات كتير. طبعا احنا هنا الاسورة مفيش قماش الريب. طيب هنوقف الدنيا؟ لا، اتعملت اسورة برضو من نفس القماش، وادي تقفل بالطريقة دي. طبعا انت بعد كده بتروحي مشية بالمكنة على التقفيل بعد الاوفر كده، بتروحي واخدها بنت كده عشان يبقى ما يتعبش الطفل يعني. والقمر بتاعه عملناه برضو بنفس الطريقة. ده كان لسن 10 سنين، لهنا هنقص عليه دلوقتي عملي واوريكم ازاي. سهل وبسيط، طلع جميل وشيك لبنوتة حلوة سن 10 سنين، ومش هياخد منك حاجة، هيكلفك بس 60 جنيه، والصورة بتتباع ب5 جنيه. بتعرفي تشتغلي كروشيه، ممكن تعملي اي شكل بالكروشيه مفيش مشكلة. وده الازرق اتعمل سن 8 سنين بالطريقة دي. طبعا دوت اخف من التاني وبيبقى سهل جدا في شغله على المكنة كمبتدئة. ادي برضو نفس القمر، ادي بادج بتجيبيه بتحطي زي ما انت عايزة من غير بادج ماشي. الاسورة بنفس الطريقة اهي، اتعمل بنفس الشكل، واخدة بالك؟ وادي الكابتشو ده مختلف عن التاني، ده احنا عاملين له زي باندة خارجية كده اهو بالطريقة دي، وسهل وبسيط، ويعني تنفيذه سهل. والبنطلون ان شاء الله هديهولكم في الدرس الجاي عشان بس الفيديو ما يطولش مننا. ونشوف هنعمل حبايبي. فضلا وليس امرا ادعمونا باللايكات عشان الفيديو يرتفع واكبر مجموعه من الناس تشوفه. واللي عندها اي تعليقات اي استفسارات اكتبيلي، وان شاء الله باذن الله ارد عليكم. وحبايبي اللي طالبين باترونات اعذروني، انا ان شاء الله باذن الله هكمل بقيه طلبات الباترونات وهنزله لكم بالتوالي على الصفحه،
وربنا يوفق الجميع. طيب احنا هنشتغل التيشيرت ده بتاع 10 سنين، انت تعملي ايه؟ انت بتاخدي مقاس دوران محيط اكبر بتاع الطفل، من اعلى منطقه في الخلف لاعلى منطقه في الامام، وتروحي رسمه تحطي، انا هرسم لك على القماش بس انا عشان انت كمبتدئه اعملي ورقه زي ما انا عاملاها كده، وتروحي رسمه نفس الطريقه اللي انا رسمه بيها، يعني بتاخدي الطول وبتاخدي النص ده، احنا هنشتغل بقى على الامام اهو. ممكن تشتغلي بقى، احنا هنشتغل امام وخلف على بعض، يبقى هناخد يعني الربع بدل ما تقسمي على اربعة، لا انا هوريكي تعملي على ازاي وتقسمي على اتنين، هنشتغل الخلف والامام مع بعض. خلاص انت بتاخدي الطول، تاخدي نص محيط اكبر، تاخدي المقاس وبتضيفي عليهم 6 سنتي، تاخدي بقى طول الدراع، محيط الدراع بتاع الطفل، واخده بالك، بتاخدي الاسوره بتاعته، ايه تاني، بتاخدي بقى الكابتشو من عند النقطه بتاعت، هوري لك ازاي، من هنا يعني ادي الكابتشو، لما بتيجي تقيسيه من هنا لغايه القوره فوق بتاعه الطفل، وبتاخدي الدوران نص دوران الراس من عند الخلف بتاع الراس في اعلى منطقه في الراس من ورا لغايه القوره، بتدوري المزوره وبتاخدي نصها، وهوريكي ازاي. طيب هنبتدي بقى، ادي القماشه اهو، حطينا البرسل على البرسل، ودايما يا حبيبتي امشي مع النسيج، ما تعكسيش، تشتغلي مثلا الامام يبقى على امتداد الطول اللي بتاعك اللي انت قص عليه القماش اساسا واخده مقصوص بالطول، وتروحي مشتغله العرض الخلف على العرض، لان القماش فيه مطه، وده بيقابل ناس كتير جدا، هي عايزه توفر في القماش او مش عايزه تجيب ربع متر زياده تقوم تبوظ الدنيا. ليه؟ انت لما تيجي تاخدي العرض وتاخدي الطول وتشتغليهم على المكنه مع بعض هيبتدي يدي معاكي كيرف، وتقولي لا ده الطولين مش مظبوطين مش جايين على بعض. ده السر بقى اللي كتير بيقع في الغلطه دي. لا انت اشتغلتي اهو، احنا مثلا هنشتغل اهو في الاتجاه ده كده، ادي الطول اهو، الطول اهو، تشوفي بقى الحته المتنسله دي تبقى هي اللي هو جزء اللي الراجل قص منه القماش، الجزء ده الطول اهو، لكن البرسل هتلاقيه ما فيش الكلام، تروحي ماسكه الاثنين على بعض، ادي احنا عملنا حطينا البرسل على البرسل، وبتيجي نشيل بقى الزحمه دي كده شويه، ادي بالطريقه دي، وتروحي عامله كده مظبطه القماش بتاعك، بالطريقه دي هتروحي بقى مظبطه كده القماش، احنا حطينا البرسل على البرسل واخدناه كده تنيناهم اهو، في جزء من تحت اهو، تخلي بالك لان القماش فيه وربه، تكوني حريصه وانت بتقصي، يعني هنا بصي مدينا وربه مش اشكال، احنا هنشوف لان القماش هو اساسا جاي كده، بيبقى فيه غلطات في لما بيجي الراجل بيقص. خلاص ادي اخدناها بالطريقه دي، البرسل على البرسل، تيجي بقى طبقي تطبيقه كمان، ادي طبقنا، هنطبق التطبيقه الثانيه اللي فوق دي، احنا عندنا نص محيط اكبر 22 ونص، هناخد نجيب البازوره بتاعتنا كده تقيسي بقى كده 22 ونص، فين بقى ال 22 ونص، هنعمل كده ادي ال 22 ونص اهي بالطريقه دي، وتروحي سايبه
2 3 سم للخياطه والتنظيف. يبقى احنا نروح في بعنا كده زياده، لا ناخدهم بقى بالمره، تروحي مظبطه الدنيا معاكي واحده واحده كده. واضح ولا احنا كنا بعدنا كده؟ تروحي مظبطه كده. يا رب التصوير بس يبقى واضح معاكم. تظبطي، تفضلي تظبطي شمال ويمين وتفرغي الهواء من القماش بالطريقه دي، وتروحي مظبطه كده. ده لسن 10 سنين يا حبايبي، امشي معايا بالخطوات دي للي عندها طفله او طفل 10 سنين. المقاس بيختلف بنفس الخطوات على مقاسات الطفل، تاخديها وضيفي عليها 6 سم. احنا قلنا عايزين ناخد 22.5، ادي ال 22.5 اهي، وتروحي عامله خط كده بالمرك. طبعا ادي شغالين بالمرك اهو. طيب ده اخدنا 22، خلاص 22.5 اهو، وتروحي محدده كده. هتيجي بقى تاخدي الطول 60، يبقى هناخد الطول بتاعنا 60. هتعملي كده تقيسي بقى فين الستين، نشوف الستين معانا فين. ادي 60 اهي، 60، وضيفي عليهم 3 سم للتنظيف، يبقى 63 بالشكل ده. ادي هنا 63 اهو، تروحي عامله كده بس عشان نظبط بعد كده بالمسطره. بصي بقى انا ماشيه ازاي، توصلي بقى سهله بسيط. احنا كده بنشتغل يا حبايبي امام وخلف مع بعض. خدنا معانا الطول برضو اهو بالطريقه دي، وتروحي مظبطه كده. وانا هشرح لكم في الكورس المجاني الباترون بتاع الاطفال، ما احنا كنا شارحينه تقريبا، وهننفذ عليه الفساتين بالموديلات لان الطلب، فعايزين حبايبي يحضروا الفساتين بتاع العيد وبتاع حبايبنا واخواتنا المسيحيين كل سنه وهم طيبين عشان الاعياد. فان شاء الله هننزل بسلسله فساتين اطفال. طيب احنا كده خلص، وتيجي بقى احنا هنا خدنا 22.5، لازم بقى تمسكي المسطره بتاعتك او المزوره ونشوف 22.5، شوفي هل هتفرق معانا. فرقت معانا بالنظر كده، ادي 22.5 اهي، لا مظبوطه. تقيسي من تحت وتقيسي من فوق، ظبطت الدنيا ماشي. هنيجي بقى هتيجي تنزلي من هنا 2 سم، عشان احنا هنحرد على الخلف، ما تحرديش من على الامام، وبعد كده نبقى نظبط الحرده بتاعه الامام. هنروح منزلين كده 2 سم، خلاص. احنا هنا لما بتجيبي الحرده بتاعه الطفل، ارجعوا في فيديو انا عاملاه على القناه ازاي بتعملي حرده الرقبه والبط للاطفال بطريقه سهله وبسيطه جدا، برضو دي هتفيدك. هنا انت بتاخدي دوران الصدر بدون اي زيادات، وبتقسميه على 2 4 مرات، بتاخدي الناتج الاخير وتجمعي عليهم واحد. يعني احنا هنا في المقاس ده الناتج الاخير طلع معانا 5، حطينا واحد بقى 6، يبقى هناخد هنا كده 6 سم، ونروح خلاص. هتيجي بقى من عند خط الاكتاف وخدي 12 سم اللي هو بتوع الكتف،
وتروحي نازله 3 سنتي وتروحي موصله كده. انت لما هتيجي تعيدي القياس ده 12 سنتي ده هيفرق معاكي 1 سنتي. طب نشوف كده اهو، ادي جه معانا نص سنتي زياده. عايزاه يبقى تحت الكتف شويه، خليه بالنسبه لطفل بتلبسي حاجه تحتيه ولا بتاع، يبقى نخلي القياس مش اشكال، نص سنتي سنتي الا ربع مش اشكال خلاص. وبتيجي انزلي من هنا من الميل 17 سنتي، هننزل بقى من الميل 17 بالطريقه دي. وتروحي واخده الخط بتاعك خلاص. هتيجي بقى هنا ادخلي بتاع نص سنتي كده، نص سنتي بس عشان تعملي الحردة بتاعتك بتاعت الظهر. احنا بنعمل كل دي في حردة الظهر اهي بالطريقة دي. وبكده انت عملتي ظهر وامام مع بعض، مش هياخد منك وقت ولا اي حاجه. نيجي نقص بقى بالطريقه دي، سيبي بقى من هنا 2 سنتي عشان الاوفر والخياطه بالنظر كده. انت خلاص خلي النظر بتاعك يبقى مسطره، تعرفي المقاسات بالنظر كده من غير ما تحطي المسطره وتقيسي. ادي عملنا كده، هنيجي بقى نكمل القص. بالشكل ده. ابن عندي الجيرو هنا خدي 1 سنتي، من هنا 1.5 عشان التشريحات اللي بنعملها الفرد بالطريقة دي. موضوع سهل وبسيط. ما تعمليش فيه أي تقسيمات ولا أي حاجة. حبايبي اللي طلبوه، وفي طالبين اللي هي الترنجات المقاسات الكبيرة برضو ان شاء الله انزل لكم البطرونات بتاعتها. وماش طبعا علشان خطر على بعضه فبيبقى صعب شوية في القص، مش مشكلة يعني. يبقى احنا كده خلصنا القص خلف وامام. طيب هنيجي بقى هنخلص دول برضو كده عشان ايه. نشيل بقى اللي هو الجزء اللي تحت دوت اللي احنا خلاص قصينا عليه، ونروح واخدين اللي احنا رسمين عليه بالطريقة دي، ونعيد الحردة بتاعت الرقبة الأمام بالطريقة ديت. طيب تظبطي وتفرغي الهواء من القماش عشان ما يفرقش معاكي. طيب احنا كنا نازلين هنا 2 سنتي، انت من هنا كده من عند التقاء الرقبة بالكتف انزلي 6 سنتي. نعيد بقى القياس بتاعنا تاني، هتروحي نازلة 6 سنتي اهو.
بالشكل ده. وتروحي نعيد بقى، ناخد بقى ايه الدوران بتاعنا. ايدك تبقى مسطره وانت شغاله، وتروحي برده سايبه 1 سم واحد الا كده عشان الخياطات. يبقى كده حبايبي انت عملتي الامام والخلف، ادي الامام بتاعنا. وطبعا انت لما تيجي تخيطي هيدي ده وسع، هيبقى سهل ان الطفل او الطفله يلبسه، لان احنا واخدين اهو بالوسع. لما تيجي بقى تخيطي هتبصي هتلاقي فيه ادى معاكي وسع اهو، زائد الوسع بتاع الخلف، يبقى سهل ان الطفل يلبسه. طيب نيجي بقى نعمل الكم. يبقى احنا كده خلصنا التيشيرت، الجسم بتاعه خلفه وامام. تيجي بقى هناخد الطول بتاع، ناخد من هنا القمشة الزيادة اللي تحس ان هي مش هتخدمك في القص، تروحي قصاها كده عشان يبقى الموضوع سهل معاك. ادي هناخد الجزء ده، ودايما تاخدي من عندي الاتجاه اللي فيه حتة زيادة، يعني مش على بعض عشان تبقى واضحة قدامك وانت بتقصي. يبقى كده اهو هنعمل كده، تظبطي بقى انت بالطريقة دي، لان هو القماش جاي اساسا مش مظبوط بالطريقة دي. ادي تظبطي بقى كده خلاص. طيب احنا لما بتيجي انت تشتغلي في تيشيرت زي ده بتعملي الحكاية اللي انا قلت لك عليه. احنا هنا عندنا الكم 48، نقوم بقى نقيس كده، والعرض بتاعه كام؟ 31. هنشوف كده 31 نصهم كام؟ 15 ونص. يبقى تقيسي كده ونشوف، احنا هنا يدينا 15 ونص، هيدي 15 ونص. وممكن نروح عشان احنا في راسكم ناخد كده اهو، ناخدها بالورب كده عشان بس ايه تديكي براح اللي هو الخياطة. هناخدها كده، يبقى هنيجي من هنا 15 ونص، فين 15 ونص؟ ادي اهي 15 ونص. يبقى معانا عشان الخياطة بس تروحي مظبطة هنا كده، ادي بس عشان نظبط الاول وبعدين ايه اقول لكم هنعمل ايه. هناخد بقى الطول، يعني هي المنظوره وقعت مش مجراش، الطول بتاعنا 48. هتروحي عامله كده، نقيس بقى فين ال 48. ادي ال 48، وضيفي على ال 48 2 سنتي يبقوا 50. ادي ال 50 بتاعتنا اهي، نقص بقى كده عشان نظبط الدنيا معانا. ادي طلعنا القطعه بتاعه الكم بالشكل ده. تيجي بقى تروحي رسمه العرض الكم بتاعنا، احنا قلنا 31، هنروح واخدين كده 31، دي البصرة دي 30 مش اشكال. يبقى هنروح واخدين كده خلاص. هتيجي راس الكم بتاعنا، وانا قلت لك تيجي تعملي راس الكم تاخدي التلت بتاع دوران محيط اكبر.
احنا في الكبار كنا بنضيف واحد، لا احنا هنا مش هنضيف واحد، خد التلت بتاعه. التلت بتاعه طلع معانا 10 وشوية، انا هخليهم 11 سنتي خلاص. وتروحي الاول مقسمة كده، ادي 15.5 و15.5. ادي 15.5 اهي، تروحي نازلة بالطول بتاع الكم. ادي انا بقولك تتصرفي ازاي في القماش معاكي. ننزل للاخر كده بتيجي. احنا قلنا هنا الاسورة بتاعتنا 15، يبقى تاخدي 7.5 من هنا وسبعة ونص من هنا. ادي 7.5 اهي، وهنا 7.5. تشتغلي بالطريقة دي، واضح؟ بتيجي بقى احنا قلنا راس الكم هناخده 11، فين 11 هنا؟ ادي 11 اهي، وبرده نروح موصلين بالطريقة دي. ده الكم اهو، معلش ممكن الفيديو طول شوية بس صدقوني كده هتستفيدوا اكتر يعني. خلاص هتيجي بقى تروحي موصلة، احنا لسه مش هنحرم، تروحي بقى موصلة بالطريقة دي، تاخدي بقى من هنا لغاية الاسورة. بالشكل ده والناحية التانية برضو. ما تيجي تشتغلي الكم ما تشتغليش وتتني على بعضه ويبقى لا، لان في امام وفي خلف زي ما انا شرحت لكم قبل كده، زيه زي بتاع الكبار بالظبط، عشان بس الحده بتاعت راس الكم تطلع معاكي مظبوطه. هتروحي بقى هنا برضو هتنصفيهم. هنا طلعوا كام معانا؟ 14، يبقى عايزين 7، وتطلعي بالسبعة برضو. يعني انت نصفتي خدت السبعة وتطلعي برضو بالسبعة بالطريقة دي. نكمل بقى بالمسطرة اسهل. ان شاء الله هنقص برضو بلوزات الشتوي للكبار على يعني عملي كده. في كذا موديل برضو احب ان انتوا اوريه لكم عملي على القماش، هو سهل يعني. هتيجي تقسمي دي بقى كده، هنقول قسميها على 3 بالنظر كده، وهنا قسمي دي 2 كده ودي كده، اطلعي كده 1، وكده هنطلع 1.5، وهنا انزلي 75، هنا انزلي 0.5 سنتي، وتشتغلي كده بقى بالطريقة دي. تاخدي كده مرورا بدي كده، يبقى كده عملتي الكم بتاعك. نقصي بقى، تسيبي بقى زيادات الخياطة، يعني تسيبي مثلا 1 سنتي زيادة، ربما اختلفتي في المقاس تقيسي على الطفل يبقى مثلا طلع ضيق ولا حاجة، يبقى معاكي شوية تقدري ان انت تعالجي الموضوع. خلي بالك كده من الألوان،
ولما تجيبي قماش تكوني حريصة وهو البياع بيقصلك، لأن القماش بيبقى أحيانا موروب معاه، فلما تيجي تاخدي مثلا متر ممكن اتجاه تلاقيه متر إلا ربع والاتجاه التاني متر. ليه؟ بيبقى عيب في القص من البياع أساسا. تكوني حريصة، لأن ده بيحصل كتير جدا. آدي كمان عملنا الرأس، عملنا الكم، يبقى احنا كده سهل بسيط ما فيهوش اي حاجه. تعملي الكابتشو بالمره، ناخد كده ادي، يبقى المتر القماش كفى معانا التيشيرت. لو مش عايزه الكابتشو ممكن تعملي له برده بيه من نفس اللي هي النص ياقه الصغنططه قوي، بس القماش تروحي جايباه بالورب عشان يدي معاكي المطه يتلف. بصي تقصيه بالورب كده يدي معاكي المطه بتاعت يتدور معاكي مع دوران الرقبه. خلاص، بس احنا هنشوف بعد ان شاء الله يكفي نعمل الكابتشو. برغم ايوه باذن الله هيكفي. تروحي مظبطه كده، ادي هنظبط. في عندنا اتجاهين، ممكن نشوف انهي اتجاه يتماشى معانا. احنا عايزين العرض بتاع الكابتشو. انت لما بتيجي تعملي الكابتشو بتقيسي دوران الراس من عند الراس من الخلف للقوره من الامام، الطول بتاخديه من عند الحرده بتاعه الرقبه الاماميه بالشكل ده زي ما قلت لك، بتقيسيها من هنا اهو لغاية الجزء اللي هو بتاع يعني دوران الرقبة اهو، الرأس اهي، معلش عفوا على الرسم، ادي دوران الرأس. انت بتقيسي بالمزورة كده، ده العرض بتاع الرأس. لما بتيجي بقى تعملي الكابتشو بتاخديه بقى من هنا اهو، من عند الحردة بتاعت الرقبة من تحت كده، وبتطلعي بيه كده. احنا عايزين دي بقى، بصي انت خدتي كده هتطلعي كده مع الارتفاع ده كده اهو، بيطلع لك بالشكل ده. الرسمة بتاعته بتبقى كده اهو، ارسمها لكم برضو عشان تبقى ادي. انت بتاخدي كده بقى العرض اللي انا قلت لكم عليه، خلاص الطول اللي انا قلت لك عليه لغايه اللي هو الحرده بتاعت الرقبه. بتيجي بعد كده بتدخلي كده 3 سنتي وبتروحي لغايه النص بتاع الخلف بالطريقه دي، بتدخلي كده 3 سنتي. خلاص، بتقيسي من هنا لهنا نص حردة الرقبة الخلفية اللي هي طلعت معانا 6 سنتي. ارتفعي كده 1 سنتي وتروحي واخدها تدويرة كده عشان الدوران بتاع الحردة بتاعت الرقبة من الخلف يبقى مريح معاكي. لكن لو اشتغلتي وهو بالطريقة دي يشد معاكي ما بقاش مرتاح، لكن لما تديله التدويره دي يبقى مرتاح. بتنزلي برضو بقيمه نص دوران الرقبه الامامي اللي هو برضو 6 سنتي، يعني هتنزلي كده 6 سنتي وبتاخدي دي دوران كده اهو. شفتي بقى الكابتشو بقى طلع ازاي؟ عايزه تعملي له الجزء بتاع البند زي ما وريت لك في التيشيرت الاولاني، بتخرجي كده 5 سنتي وبتروحي موصلاهم كده. مش عايزه دي خلاص عادي خليها زي ما هي كده وبتروحي مكناها عادي. خلاص، طيب هنشوف بقى المقاسات اللي معانا. 26، عايزين احنا عرض 26. طيب ادي 26 اهي، والخياطات 6 قولي 28 هيكفي. حلو خالص، ادي التمانية وعشرين ونرتفع كده. بالطريقة دي
عايزين بقى الطول 28، ناخد الطول 28 وناخد ال 2 سنتي يبقى ال 30. سهلة بسيط جدا، مفيش أي مشكلة، تقدري أنت تعمليه في منتهى السهولة. هنا بقى ممكن تروحي تعملي الجزء اللي قلت لكم عليه اللي هو بتاع البندة الخارجية دي، لو ما كفاش معاكي كده، بس هو كده مكفي، ممكن لما تيجي تتني تعملي له قلاب. خلاص يعني ليها كذا حل، مفيش مشكلة. بنروح هتيجي بقى من هنا 3 سنتي كده، خلاص نقص بقى، بس تقصي بعيد شوية علشان خاطر احنا لسه ما عملناش النزول بتاع حردة الرقبة الأمامية، بس عشان خاطر يبقى الموضوع سهل معانا. ادي هتنزلي من هنا بقى زي ما قلت لكم 6 سنتي، ادي 6 سنتي اهي، احنا هنا هندخل 3 سنتي، هندخلي 6 سنتي، هتروحي مرتفعة 2 سنتي، قلنا عشان تريح معاكي الدوران بتاع الرقبة الخلفية بالشكل ده. هتروحي نازله بقى من هنا جايبه دي كده اهو اهي لغايه النص كده، وهنا لغايه النص بالطريقه دي. هنا نزلنا بقى، دي بقى اللي هي الدوران بتاع الرقبه، ده بيبقى بيجي بالظبط، ولما تيجي تركبيه بصي تحطي الاتنين على بعض كده، بصي مش قدام بعض، لا هيديكي بالظبط، ما تخافيش ده مش هيطلع كبير، تروحي انت حطاه وقفلاه على بعض زي الكروازيه كده، اهي بيديكي بالشكل ده. ونروح نقص بقى ونسيب برده قيمه الخياطه بتاعتنا 1 سنتي او 1.5 كده عشان التنظيف، خليها 2 سنتي، احنا ما وصلناش دي كده اهو. يطلع معاكي بالطريقة دي. معلش انا طولت عليكم الفيديو، بس كان لازم اوريكم على الطبيعة ان انت تقص التيشيرت سهل بسيط، مفيش اي مشكلة، اهم حاجة تجيبي ورقة حطيها قدامك ارسمي فيها رسمة كروكي زي ما انا عاملة كده بالمقاسات وبالشكل بالطريقة دي، هيطلع معاكي مظبوط. وادي كان التيشيرت بتاعنا خلصناه. ان شاء الله الدرس الجاي البنطلون بجيوب ومن غير جيوب، واعرفك الحردة بتعمليها ازاي، سهل بسيط من غير ما هنرسم بطرون ولا اي حاجة، هخليكي ترسميه على القماش. وده كان الكابتشو، وكان التيشيرت بتاع الترنج الجزء الاول. ان شاء الله نعمل لكم الجزء الثاني. اللي عندها اي استفسارات اي حاجة قولوا لنا التعليقات، وربنا يوفقكم. سلام عليكم.